مراسلنا زيد بنيامين، أهلا بك زيد. إذا ما هي ردود الأفعال اليوم على كلام بايدن بالأمس، وما هي فعلا خطورة عدم القدرة على الحصول على المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، وهل هناك من سبل قانونية لإجبار إدارة ترامب على إعطاء مثل هذه المعلومات؟ نعم رويدة، طبعا لا يوجد صورة واضحة لما يجري بين بايدن ووزارة الدفاع. لكل طرف هناك رواية معينة، ولكن الاختلاف الرئيسي يبدو أنه على نقطة الميزانية. إدارة بايدن المقبلة تريد أن تتعرف على الخطوط العريضة للميزانية الدفاعية التي توضع للسنة المقبلة وللسنوات الخمس المقبلة، وهذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها من وزارة الدفاع وإنما من مكتب الميزانية والإدارة. ويبدو أننا أمام إدارتين لا تتعاملان بشكل جيد مع الرئيس بايدن وفريقه الانتقالي. فعليا يعني من كلام الرئيس بايدن لم نتعرف فعليا إذا كان هناك خطر يتعلق بالأمن، وإنما فقط متعلق بالجانب المالي. وأعتقد أنه أي شيء متعلق بالميزانية يمكن تصحيحه في وقت لاحق حينما يتولى في 20 من يناير المقبل البيت الأبيض. ولكن عموما هناك خلاف كبير بين إدارة بايدن ووزارة الدفاع يعود إلى فترة طويلة منذ بداية هذه الإدارة. يوم أمس شاهدنا أيضا بيانا من وزارة الدفاع يدافع عن موقفها من هذا الخلاف، وقالت أنه قد سلمت أكثر من 5000 صفحة ووثيقة إلى إدارة بايدن، وأن الوزارة هي الأكثر تعاونا من بين كل الإدارات الأخرى. ولكن يبدو أن الرئيس بايدن يستهدف فعليا أولئك المعينين سياسيا في هذه الوزارة، خصوصا أولئك الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس ترامب من الموالين. ولهذا شاهدنا في كلمته دائما يصر على أن المعينين سياسيا هم وراء الأزمة وليس القادة العسكريين. نعم، شكرا جزيلا لك زيد بنيامين مراسلنا.